انا اخي الخميسه تكون هانيه خميسه صحه وفيسه ودي سكيتج صافي كلشي بخير والله الحمد لله هنا طرصو شي لعبه انا خفت اخويا عرفتي شكون هذا انا نقول راه حللنا وقبلك على الله شكون هذا انا غنقول هذا خدام مع البوليس غادي يسال هذا الشيء اللي كان مالك شكون عادي العالم يقول لي هذا تيستي شوف وكيدير لك الزين شوف شوف وداي هذيك كيفاش تربح هذيك كيفاش تربح اسمع 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 والله الا قالوا هذا اسمع 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 ما جا يكذبوش هذا خويا اش كيجينا في الديستي شوف شوف تيدير راسو مثلا لا اصلا هادشي اللي دارك شي كون راجع وصفو على الحشومه بالعكس والله راه حشومه أوليد دوي مالك ساكس ممكن خضر تخدمه في تليفون أني زار هدار مالك ساكس هدار ذاك المدى عشي قال لك قدام قدام مدى ديال وقنية قدام قدام نسبة أبراك بعد أضر أنا قدام مدى ديالي كبر قنية قدام الناس كاملين تكون سبع برافو برافو عنده الحق بيان دي نزار بيان دي سارية لانجري وريني جوليا طلع معايا جوليا طلع انا طلعك معايا في اللايف شنو هو خيدي لي كتك هاد الهضره على الصوت هذا ما عرفتش
شديو فيها هذا القضيه ديال انا خاصه ديك طلع معايا جوليا سيمو ما عرفتش واش ديك فيرسون جديده كان جي صيفط بغيت بغيت يتسكى ما فهمتش لا لا ماشي هذيك ماشي هذيك ماشي نصبر عين 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 ندير بلوك شوف دابا نزلت الكيس كامل دابا نزلت الكيس لا انا بغيت نصيفط لها مثلا ما عرفتش حتى هاد الفيرسون هادي العدد الجديده ما شكرا على هذا العذراء ميرسي يلا داك واخا داك ماذا سأعالج؟ رشيد؟ مرحبا بي عندك ياك أخويا توحشتكم مالك بي مهم الناس ديال طنجة أنا راه في طنجة خصكم تعرفوها شنو نظام؟ تحياتي لكم اخوت تبارك الله عليكم ومرحبا بنا عندكم في طنجه وانتم مرحبا بكم في اكادير ما تنساوش بارطاجوا والله بزاف تجمعوا نوريكم واحد المفاجات مجرب سلام الحكومه كان مش عليك الحكومه هي كل شيء اش خوني زار يقولوا دوزيني صوت دوزيني صوت دوزيني باقي نجي لك غيتا يا غيتا قايدة مجدة شكون القايدة شوفوا الحاجة اللي شوفوا الحاجة اللي زوينة في اللايف شوفوا شكون معايا ما فيا اللي طلع معاه في اللايف مشي حداه ما فيا اللي طلع مسكينة قالت لي ما كاينش الزكول والله العظيم الزكول شكون راه الزكول اللي بغيتي شكون اللي قال لك ما تاكلش انا قولي غير انت اللي قلتي انت قولي غير انت تعنى بزدا لا لا قطع اخويا عطيه والله يا سيدي ما بغيتش غدا غدا قالت لي الزكول واش ربي لك وجهه وانا ندير ليه خويا رشيد حاضرين ولا ما حاضرينش؟ حاضرين ناضرين شاضرين نخليكم على خير وبخير تليفوني غير طفى انا نبان مع رشيد8000 و550 شوف داكشي نقول لهم بالعربيه وما نضربو التيكراد ديال الشخصيه ديال الكراد ديال شكرا تحيه للشمس تحيه للثلج
تحية لكم. لا فامي ولي 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 علاش درتي هذا من الايران جاي درتي شو حيت حيت انك جدي داك يجدي انت يا حفيظ السلام عندي زعما عندي زعما شوف لي شي نتوما الاخوان هو نزار اه ولي 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 والله الا شفت فيه الفيتر شفت فيه واش الله فامي اش كتعاودوا هانيين ليش عندك ديك اللعبه ضرب اخر رشيد الحكومه راه حاضيه انا متبعانا الحكومه الله يخت فيها الحق ولا صح حاضيه الحكومه عينيك حارين الحكومه ديك الحكومه انتم الاخوان هسي مبيض ندى الاخ نزار الاخ عبد القادر اللانجري رشيد حافظ اللانجري انتم الاخوان احنا جلسه جماعيه انايا كندرسوا ان شاء الله واحد الفيلم قريب قولوا ديك الفيلم غادي ننزلوا لا ما تقولوش دابا ان شاء الله تكون سكر بايس سكر برايس سكر برايس السكر العلني هذا شنو سكر برايس سكر برايس قول لنا سميت اجي ها سكر قلنا بجوج قلنا بجوج شوف ناري على بلاندر وشكح شوف الصوره قول الصحه طمع وقلب وجهك الكاميرا نشوفك الكاميرا وجهك لا واه يا وصاف واه يلا شويه ديك الساعه وصاف نتلاقاو في شنو اسمه يلا داكو يلا ودابا ما تعطلش عندك ضربني عندك دابا تخبي كثير والله يلا 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 كاين احنا طلعنا طونجي ديال كونسونطراسيون يلا لعب 14 مع يلا كنت ديال انا مولي التزيد اهلا وسهلا السلام عليكم كبير راشد لاباس والله لا هذا صحاوت في مزيان مزيان والله لا كلشي بخير الله يحفظك اخيرا تلاقينا ويا فيسكا اسو قول السكاح دو بيرو لي بيرو لي والي اجيت الله بلا ما تسقسي الله يامك انا جاي لي انا جاي انا جاي سو انا جاي اطلع ان شاء الله اجي مرحبا بك اخي فيسكا اش اخبارك كنت هود الفاس حابني راك مازال في فاس انا جاو عندي الدراري باش نهود الفاس ويقولوا لي راه طلع لطنجه لا مشيت لطنجه شيري تما ياك عارف الشتا كذا شويه هذه لا ميتيو تما مزيان والله الا اليوم كنت اليوم ضربت الروسيرش اليوم كنت غنهبط لفاس جاو عندي الدراري فاس قال لك يلاه معانا باش نمشيو عند الشكح قلت لهم صافي مسامح كريم مسامحه اه صالح معاه خطا طيب يا دكاتش ولا كيسو هذا عصفي باش عصبتيني سبيسيني ما خلاه اخويا
انت اخو مجيد انت اخي مجيد كل شيء جبت كل شيء جبت اخي مجيد قديمه كنعطيك العصير البارح كيقول لهم في اللايف كيلو البونتا في الارض وكيدير وكدا كاينه لا واش كاينه ولا ما كاينش دابا انتوما ماشي هذا هذا مازال ما بداش كبير ولكن انا ما كندير والو اخويا ولكن في فيسكا ولكن في فيسكا الرجوله هي باش كتكون مع الدراري في شي دار وكتكونوا خالقين حياتكم من العيب والعار تخرج داك الاسرار اللي داروا في ديك الدار كاينه عادي الرجوله اسمع 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 من الرجوله خاي العيب ديالي الرجوله هي تشوف شي حاجه وتكذب وتنافق وتسكت انا راه ما عنديش داك العيب انا حيت انا الرجال ملي كنحبهم اسمع اسمع انا ملي كنحب شي واحد عادي نهضر على العيوب ديالو لان انا ملي كيهضر لي شي واحد على عيبي كنفرح تنقول الحمد لله عندي صحابي منتقدين ديالي مزيان تنبهري بعيبي ولكن اسمع لي خليني نقول لك واحد الهضره اسمع لي نقول انا محايد انا غير من البيبليك انا بغيت نقول لك واحد البلاصه وعجبني الحال وقلت سداو كنهضر انت درتي واحد القضيه ما مزياناش شنو هي؟ هي انكم كنتو جالسين مع بعضياتكم خالقين الجو وخرجتي داك الاسرار ديال داك الجلسه اللي كانت بيناتكم كامله وحيت عاوتاني شي حوايج داروا عاوتاني بيناتهم ما بغيتش انا نوصل ليهم اسمعني 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 انت كنتي كتقول لهم كيموتوا على لي زابوني وانت كتخرج الاسرار ديالهم من اجل لي زابوني اذا انا معصوب انا من بكري اسمعني اسمعني عشيري انا راه قبل منهم في السوشيال ميديا واش فهمتي اسمع مزيان نتايا اجي اجي دخل الحبيب عندي لي زابوني اللي عندي الناس اللي مابوني غتشوف بان دوك الناس راك تحلم تجلس معاهم دائما كنشوف في ستوريات اسمعنا اخي الحبيب انا راه كنجلس غير مع المقاودين انا الشيء هادو اللي مبوزين اسمعني هادو اللي مبوزين دابا كانوا صحابي قبل ما يتبوزاو قبل ما يكون هدف كاع في الانستغرام وقبل ما يكونوا انا راه مبوزي انا راه في 2015 راني كنبان في كليبات في يوتيوب باش الشريف ديالي وصحابي اللي بنت معاهم راه ضاربين ملايين انا راه عمري تلحس على شي واحد باش نطلع عليه زابوني هما راه معارفين انا وكبغيت لي زابوني غنبقى لاصق في هشام باش نتبوزا فهمتي لا ماشي على اللانجري خليك اللانجري انت انت ضريف داخل السوق راسي انا كنهضر على هذا اللي تيهضر دابا في بريفي احبيبي دوز عندي وغتعرفني مع من كنهضر مع من كنجلس اجي شوف بريفي ديالي وفيك ما تضرب على راسك دوز عندي طاجه طلع تاكل العصا والله حتى نطلع انا ما كنخافش من العصا عمري خفت منه حيت انا خلقيت في العصا وغنموت في العصا مرحبا سي هاد نزار غنشدو غنطوي على غندير لك بحال الساندويتش نزار شوف بين لي هذاك نزار اسمع اسمع وقف عند حدك يا نزار انت والبركه ديالك دبر راسك هلا راك تما اقسم لك اخويا اقسم لك اقسم لك اه تاكل وتفرق ناكل في كرشي ياكل في كرشي جلا هضره تقولي تاكل وتفرق اسمع اسمع لانجري لانجري انت بس عارف دابا شافو مسطين شادين التليفون ديال السيد كيرقصوا عليه بالواحد شكا خليك انت شاي خليك معايا شكا خليك 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 ترصى ترصى راه كونيكسيو كتهرب ليه التليفون ديالي سيموان كيفاش البلان ديالك اخويا ولاد فاس ديما حاضرين شوف 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 كونيكسيو 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 انا بغيت لك ما عرفش شنو صاحبي مصطفى اخويا تحياتي جلس يا صاحبي جلس في بلاصتك زوين اش واش كاين هنايا او طلعوا مشيو مالا بطاياك اه سيري يلا شكون هذا شكون هذا هذا هو يا اخي شوفوا شنو مالو انت ما غادي مالا بطا اجي نادا نادا شنو تعملوا دابا شنو تعملوا شنو واش عطلوا الطوموبيل ديالكم ولا تركبوا معايا شنو تعملوا راه الطوموبيل ديال السيد ديالي واخا بلاتي واش بلاصي واش تما طلع ليك
ماشي هو ماشي هو ماشي هو شوف اللايف كان دون واقيلو سهلا ماذا؟ أخي الله سهلا 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 س